نحن نعايد ونقول لكم كل سنة وانتم سالمين إن شاء الله، وإن شاء الله العيد الجاي سوريا بالكامل محررة إن شاء الله، من درعا للحسكة لهوني إن شاء الله بالكامل محررة. أعايد الشباب رفاق السلاح بالكامل، أعايدهم. ونحن يعني كمصابين حرب، أنا واحد الناس بحكي عن نفسي، عني وعن أخي، يعني أخي كمان مصاب حرب، شظايا بالدماغ. إيه أتمنى منهم، يعني نحن قدمنا لسوريا وقدمنا شيء بسيط، يعني صحيح ضحينا بأجزاء من أجسادنا، بس سوريا تستحق أكثر. وهلا على الرغم إصابتنا، هلا إذا الدولة تطلب منا مساعدة نحن جاهزين نطلع على الجبهات رغم إصاباتنا، ونعايد أمهات الشهداء، وإن شاء الله يعني الله يرحمهم ويتقبلهم بجاه سيدنا محمد، وإن شاء الله سوريا منتصرة بإذن الله تعالى، ويحل الأمن والأمان على كامل التراب بسوريا. Thank you.